السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نحن في الحصة الثانية من الدروس ديالنا على لا ميكانيك دي فلويد. دابا حنا مازال في الكور، إن شاء الله إن فوا نكملوا الكور هندوزو مباشرة للتمارين. إذا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، و سي فو زافي دي كيستيون كيما العادة خلوهم ليا في لي كومونتير. فوالا، اليوم غادي نشوفو ما يسمى بلو بوا فوليميك. كنا شفنا الدرس المقبل ان لا ماس فوليميك غو ايتيغال لا ماس سور لو فوليم. هادي متفقين ولا؟ اذا لو بوا فوليميك اوتوماتيكمون غيساوي هو لو بوا سور لو فوليم. اذا لو بوا فوليميك ايتيغال لو بوا سور لو فوليم. حنا عارفين من الباك ان لو بوا كيتحسب بالنيوتن تساوي لا ماس بالكيلوغرام فوا جي اللي هي شده الثقاله، الوحده ديالها هي المتر بار سكوند كاري، سواء كتساوي 9.81 او لا 10 على حساب لي دوني ديال التمرين. متفقين؟ اما في الواقع فهي كتساوي 9.81. اذا في اغلب التمارين غيبقى يعطيكم 9.81، حتى لو ما عطاكمش كتبوا في التمرين اننا اون برون جي ايتيغال 9.81، جي ايتيغال 9.81 متر بار سكوند كاري. دو لو بوا فوليميك هو بي سور في ايتيغال، كرمتو لها تقريبا بهادي، ايتيغال ام فوا جي سور في، و ام سور في هي غو، هادي هي غو. اذا لاندا la poids volumique qui s'est rho fois g tout simplement. Très bien. Idem. Adna la masse volumique rho diel l'eau est égal à 1000 kg par mètre carré. Aula 1 g par centimètre cube. Adi démontré n'allez ayak. Idem. Le poids volumique ديال الماء هو لا ماس فوليميك ديال الماء فوا جي. إذن غادي يساوي 1000 في 9.81. تري بيان، دونك هي 9810 اش لو بوا. هنا هذا لو بوا، لو بوا بالنيوتن والحجم بالمتر كيب. إذن نيوتن بار متر كوب، نيوتن بار متر كوب هي الوحدة ديال لو بوا فوليميك. إذا اليوم تعرفنا على لو بوا فوليميك، قلنا لو بوا فوليميك هو لو بوا سور لو فوليم، و لو بوا هو لا ماس فوا جي. تخي بيان، دونك هنا ام سور في كتعطينا غو، إذا لو بوا فوليميك هو غو فوا جي، الوحدة ديالو هي نيوتن بار متر كيب. دونك اون فوا تعطاكم في كيستيون لو بوا فوليميك ولا في لي دوني ديال ليكسيد لو بوا فوليميك كنت محتاج لا ماس فوليميك، تقسم على جي. اولا لا عطاوك لا ماس فوليميك وبغاو لو بوا فوليميك كضرب في جي. دونك جو بونس راه سي تري 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 فاسيل. دونك ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نتعلمو ce qu'on appelle les caractéristiques du fluide. On va savoir comment il s'agit du fluide. Normalement, on va faire la première lecture, mais on va faire la théorie, normalement, on va faire l'examen, Inch'Allah, on va faire une révision générale. Donc, les caractéristiques du fluide, c'est le sujet de la vidéo prochaine.